بدوره دشن وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كالشات في ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة توزيع المعدات الرياضية لكرة القدم. أكد كالشات أن تلك المعدات الرياضية بدعم من المحافظ محمد علي ياسر، وسيأتي الدعم إلى بقية الألعاب. تأتي فعالية توزيع المعدات الرياضية التي وجه محافظ المهرة باعتمادها تشجيعا للشباب والأندية الرياضية بالمحافظة الطامحة للوصول إلى أفضل المستويات. الأدوات الرياضية لأندية المحافظة 12 نادي لكرة القدم، طبعا هذه الأدوات الرياضية بدعم وتمويل من محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، كان الرجل الأول الداعم لشريحة الشباب ولا زال ويوعد بالكثير، وإن شاء الله مستمرين. هذه المرة أتى الدعم في مجال كرة القدم، وأيضا سيأتي في إن شاء الله في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة سيأتي في كرة الطائرة والشطرنج والتكواندو وباقي المسابقات الأخرى. وبهذه المناسبة نقول نشكرهم جزيل الشكر، وهذا تعتبر أول دفعة تقدم من السلطة المحلية على معرفتنا على مدار الرياضة في محافظة المهرة. كما نتقدم الشكر لمتابعة الأخ الوكيل بدر كلشات، المتابعة المستمرة في هذا الشأن. استلم اليوم معدات رياضية كاملة ومتكاملة بدعم من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر وجهود وكيل الشباب الأستاذ بدر كلشات. لفتة كريمة جدا حصلت عليها كل الأندية في المحافظة. أولا قبل كل شيء وشيء نشكر سيادة المحافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر، وكذلك مدير الشباب الوكيل الشيخ بدر على دعمهم اللامحدود لهذه الأدوات الرياضية لكرة القدم، وهي تقريبا أول مبادرة تحصل للأندية بهذا الدعم الوافر.